بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوجود كافة المبادرات الصحية الرئاسية بمختلف أرجاء الجمهورية، أعلن وزير الصحة خالد عبد الغفار إطلاق الخدمة الصحية لمهرجان العالمين بحضور قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. يهدف شارع الخدمة الصحية الذي تستمر فعالياته حتى 30 من أغسطس المقبل لتقديم الرعاية والتوعية الصحية لكافة حضور المهرجان ورواد الساحل الشمالي وأهالي المنطقة. جهود كبيرة تبذلها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتسليط الضوء على النهضة السياحية والعمرانية التي تشهدها مصر، خاصة منطقة الساحل الشمالي التي تعد واحدة من أجمل المناطق السياحية ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم. نجح مهرجان العالمين في جذب انتباه السائحين من كافة دول العالم، خاصة لما يتضمنه من فعاليات متنوعة ومتعددة تتضمن اهتمامات كافة المراحل العمرانية. وفي ظل الرغبة المستمرة للشركة المتحدة للتوسع والتنوع في مهرجان العالمين، تم التعاون مع وزارة الصحة والسكان لإطلاق الخدمات العلاجية وتقديم كل الخدمات الصحية المتعلقة بالمبادرات الرئاسية حتى يستفيد كل المترددين على المهرجان. مشتركين في هذا المهرجان عشان نقدم خدمات من خلال إدارات المختلفة من الوزارة، خدمات علاجية من خلال تواجد القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة، أيضا بنقدم كل الخدمات الصحية المتعلقة بالمبادرات الرئاسية علشان تفيد كل المترددين على المهرجان، مش بس على المهرجان الحقيقة لكن كل الموجودين من أول اسكندرية لحد مرسى مطروح. بنقدم أيضا دعم وتثقيف صحي لكل ما يحتاجه المترددين. كل الخدمات اللي بنقدمها سواء خدمات علاجية أو خدمات وقائية بتقدم بالمجان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. من جانبها أكدت الشركة المتحدة على أن المهرجان كل عام يشهد تنوع غير مسبوق عن العام الذي سبقه. الحقيقة إحنا كل سنة بنحاول ننمي المهرجان سنة عن الأول عن اللي قبلها. السنة دي احنا وسعنا في الأنشطة بشكل كبير. التوسيع في الأنشطة ده كان بيتطلب وجود خدمات صحية، وانا بس عايز تاني اشكر معالي الوزير ان احنا اول ما اتكلمنا معاه الحقيقة ردة فعله هو مش مساعدة، هو تكامل ما بين كل الوزارات في الدولة مع الشركة المتحدة، لان الهدف واحد في الاخر، الهدف ان احنا ننمي هذه المنطقة، هذه الشواطئ الرائعة. الحقيقة اللي أنا شفته النهاردة من إمكانيات قدمتها وزارة الصحة إمكانيات عظيمة، يعني يمكن العيادات المتنقلة مع الإسعاف، والحقيقة أنها مش بس بتخدم على الألاف اللي جايين يزوروا العالمين في الحفلات المتنوعة والأنشطة المتنوعة، لا دي كمان مع الوزير قال لنا أنه هتسيرفس على الساحل الشمالي كله. وتأتي إشارة البدء لتقديم كل الخدمات الصحية من شارع الخدمة الصحية بمهرجان العالمين لخدمة حضور ورواد المهرجان ومحيطه بوجود كافة المبادرات الصحية الرئاسية والتي انطلقت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة طبعا احنا تواجدنا يمكن النهاردة في شارع الصحة في منطقة العالمين ده طبعا بيأتي كتلبية الجهود أو كدعم لجهود وزارة الصحة والسكان في التواجد دايما في الاماكن اللي فيها المواطنين. احنا منطقه العالمين بتشهد تردد يمكن مئات الالاف من المواطنين خلال فتره الصيف، فوجود وزاره الصحه والسكان بالتعاون طبعا مع الشركه المتحده شيء مهم من خلال تقديم العديد من الخدمات، بدايه من خدمات المبادرات الرئاسيه الثابته زي كشف مبكر عن الامراض المزمنه والاعتلال الكلوي، مرورا بالفحص المبكر على الاورام، وكمان الخدمات اللي بتقدم لصحه المراه. علاوه على ذلك طبعا في خدمات اضافيه بتتقدم من خلال القوافل العلاجيه سواء الثابته اللي موجوده في المنطقه هنا اللي بتقدم خدمات الكشف الاكلينيكي وصرف العلاج للمحتاجين، اضافه الى الخدمات المنزليه اللي بتقدم بناء على الطلب تحرك القوافل لبعض الاماكن او لبعض المرضى اللي ممكن تقدم لهم الخدمات دي في البيوت في منطقه العالمين خلال فتره التواجد الثلاث شهور الجايين دول. العربيه بتاعتنا هنا احنا بنشتغل ثلاث مبادرات الرئاسيه، مبادره الاعتلال الكلوي ودي خاصه بامراض المزمنه اللي هي الامراض الضغط والسكر وامراض الكلى كلها، وتاني مبادره وهي الاورام السرطانيه ودي بتشمل اربع امراض، بنفحص طبعا اورام سرطان الرحم، سرطان القولون والرئه والبروستاتا.
ثالث مبادرة وهي البريست كونسر. ويؤكد الإقبال الجماهيري والسياحي الكبير على مهرجان العالمين الجديدة في دورته الثانية أهمية النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها مصر في كافة المجالات والقطاعات بكافة أنحاء الجمهورية.